يقيمها مركز التطوير الاستراتيجي الأكاديمي التابع إلى نقابة الأكاديميين. بداية حتى ندخل المدخلية في التعرف على هذه المواصفة، راح نتعرف على محتويات هذه الدورة أو المرة اللي راح نستمر بها إن شاء الله لمدة 3 أيام، ونحاول أنه نغطي أغلب محاورها اللي راح تكون اللي تعرف على ماهية هذه المتطلبات، كيف صارت هذه المتطلبات، شنو هي متطلب الصحة والسلامة المهنية، ليش صارت هذه المتطلب، لماذا أقدمت المؤسسات والمنظمات والشركات والمعامل والمصانع على تبني موضوع الصحة والسلامة المهنية، شنو هي أهداف أصلاً هذه المتطلبة، إحنا كيف كعاملين في مجال إدارة الجودة ضمن المؤسسات والشركات والدوائر بشكل عام والمعامل والمصانع والمختبرات، كيف نصمم برنامج لإدارة الصحة والسلامة المهنية، وأيضا راح نتعرف على المواصفة الدولية اللي هي 45001 اللي صدرت سنة 2018، وأيضا راح نعرف شنو هي بنودها وأيضا تطبيقاتها وكيف ممكن أن نستفيد منها إحنا كعاملين في هذا المجال، مجال إدارة الجودة بشكل عام. زين، هذه الدورة لمن بالحقيقة هي موجهة؟ هذه الدورة موجهة لكل شخص مهتم بالمواصفة الدولية 45001 ISO 45001، كل شخص مهتم بها راح يجي إن شاء الله الضالة مالته، الموظفين اللي يشتغلون أيضا في مجال إدارة الجودة والمعنيين بنظام السلامة والصحة المهنية هم أيضا راح يستفيدون إن شاء الله ويانا من هذه الورشات اللي هي 3 ورش على 3 أيام، ونستكمل بها إن شاء الله متطلبات الدورة مالتنا. وأيضا الدورة موجهة إلى المدراء والمشرفين على موضوع إدارة السلامة والصحة المهنية أو ما يسمى بنظام السلامة والصحة المهنية، واللي هم يكونون مسؤولين بالحقيقة عن تطبيق هذا النظام وعن سلامة المؤسسة وعن سلامة العاملين والموظفين في هذه المؤسسات. إن شاء الله إحنا راح نأخذ كل هاي التفاصيل راح نحاول نغطيها خلال هذه الورش الثلاثة اللي دورتنا اللي راح نأخذها على 3 أيام، راح نحاول أيضا نغطي على بعض الأسئلة والاستفهامات اللي أنتوا أيضا راح تطرحوها خلال الورش ويانا. فأي شخص عنده استفسار، أي شخص عنده سؤال، أي شخص ما يكون عنده موضوع غير واضح، إن شاء الله راح نترك مجال للمناقشة وللاستفسار على المواضيع اللي ممكن أنه نحتاجها. شنو الدورة هاي تهدف إلى أي شيء؟ هاي الدورة بالحقيقة هدفها تنمية المعرفة بأساسيات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وهذا الحقيقة في الموضوع يعني هذا الهدف هو هدف عام بالنسبة لنا، خصوصا تكلمنا مع الأخوة أيضا يعني الدكتور علي الجابري والأخوة باعتبار هو يدير المركز التطوير الاستراتيجي في نقابة الأكاديميين، أضافة إلى كل مكان نحاول أنه نطرح به مواضيع الجودة نحاول أن يكون الهدف الأساسي هو التعرف والتثقيف بأساسيات أنظمة الجودة بشكل عام. فالأكيد فالهدف الأساسي لهذا اليوم هاي دورتنا هو أنه ننمي المعرفة بأساسيات هذا النظام، يعني نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ونثقف على هذا النظام وشنو هي فوائده وشنو هي نتائجه أيضا على المنظمة اللي راح تطبق هذا النظام. أيضا من واحدة من أهدافها أنه احنا نكسب المشاركين التعرف على عناصر الايزو 45001، وايضا واحدة من اهدافها المهمة ايضا هي انه نعرف بانشطة ضبط الجودة بالنسبة للصحة والسلامة المهنية، كيف انه راح نضبط هذا الموضوع ونضبط هذه الادارة، وايضا نضمن العمليات وفق المعايير القياسية، نقصد بها عمليات ادارة الجودة لنظام الصحة والسلامة المهنية، وكيف راح نجي احنا متطلبات نوفي بمتطلبات 45001 من خلال ضمان
ضمان العمليات الإجرائية اللي هي حاطتها منظمة المقاييس الدولية. قبل لا راح نبدأ ندخل إلى موضوع الصحة والسلامة المهنية، أكو موضوع جدا مهم دائما أحاول أوضحه في بداية كل دورة تدريبية حول متطلبات وحدة من المعايير اللي احنا نقدمها. يعني عندنا مواصفات نقدمها احنا، عدة مواصفات احنا وضعنا بها دورات، الآن وصلنا اليوم من هاي المواصفة اللي هي 45,000 واحد. فحتى قبل ما يعني ندخل ونفصل هذه التفصيلة، نحاول أن نضع فكرة أساسية عن الجودة. فأنا راح أسأل سؤال وأحاول وأنتم حاولوا إجاباتكم تصير على الشات. دكتور علي إذا ويانا افتح لنا الشات حتى الإخوان يجاوبون على الشات، فقط راح أسأل هذا السؤال وأريد الإجابات على الشات. أمامكم الآن ثلاث أشكال من السيارات، ثلاث أنواع من السيارات. برأيكم أنتم الآن كمشاركين، أي وحدة من هذه الأنواع من أنواع السيارات هي الأفضل برأيك، أو هي الأجود برأيك؟ فالأخوان نسمع إجاباتكم حتى يكون هذا السؤال وهي المناقشة تكون مدخلية لمعرفة أنه إحنا أوكي. الأخوان قالوا الفيراري. نعم، نشوف الفورد. اوكي، السيارة الحمراء اللي هي قصدكم الفورد. السؤال هكذا يقول امامنا ثلاث انواع من السيارات. الان تشوفون ثلاث انواع من السيارات اللي هي الفورد والتويوتا والفيراري، اي وحده من هاي السيارات هي الاجود او الافضل بالنسبه لك؟ نعم، فبنشوف اجابات. حلو، جميل. واحد اختار، واحد وضع معيار بالنسبه له، يقول انا اللي تصرف بنزين اقل بالنسبه لي هي الافضل. اوكي، جميل. كل وحده وحسب استخدامها، جميل. لكل وحده منها لها جودتها الخاصه، جميل جدا. اذا بدنا نشوف الاجابات شلون تصير. كل سياره لها وظيفتها، اللي تحمل وزن اكثر لها افضل، جميل. كل انواع السيارات نفس الجوده، الفرق في توفر اساليب الامان، جميل. جميل، اللي هي لونها رصاصي، جميل جميل جدا. اجابات متعدده، اجابات متعدده اللي دا اشوفها امامي واللي انتم ايضا اكيد دا تشوفوها. ايش دا تسوي بالحقيقه؟ اجاباتكم هي تنطلق من السبب في اختيار هاي السياره. شنو هي الحاجه؟ شنو اللي اني محتاجه حتى اني اشتري على اساس السياره؟ زين، فاني احتاج الى سياره تؤدي لي وظائف، مثلا نقل بضائع، نقل مثلا افرض سلع. لو انا محتاج الى سياره شخصيه بالبيت، يعني تكون الي ولعائلتي باعتبار انا قد اكون موظف تنقلني توديني وتجيبني واطلع بها عائلتي. زين، جميل. يقول واحده من الاجوبه على ميزانيه الشراء. اكيد طبعا واحد يدور، كل واحد من يشتري السياره اللي على قد ميزانيته. زين، بس اكيد يعني هسه قد تكون الميزانيات متساويه في مجال معين. قد واحد يقول انا اشتغل سياره باعتباري اني شاب واحب انه يعني احب السيارات الرياضيه. واذا كل واحد مثل ما تفضل. الجواب اللي هو يقول حسب متطلبات المشتري وامكانياته، جميل. اذا هذا السؤال هسه راح نتوقف عن الاجابات حتى نوضح هاي الفكره. الفكره شو تقول؟ تقول احنا عندما اجينا نريد نعرف الجوده، نسالكم هذا السؤال، شو ياهي اي سيارات اجود؟ بديتوا تجاوبون على شنو؟ تجاوبون على ما في ذهنكم من متطلبات، مو صحيح؟ انت شنو عندك متطلبات ببالك؟ فالبعض قالوا احنا اذا المنتج يطابق متطلبات او المواصفات اللي انا اريدها كزبون، فاذا راح اقول هذا هو الاجود. طبعا اكو كلمه دائما اخوان احنا نربط بيناتهم، يعني في السابق الجوده كانت تتعلق بالمنتجات باعتبار الشركات كانت تصنع، هذا حكي تاريخ انا الصراحه احكي، منتجاتنا كنا نحاول انه نحطها بمواصفات ونطبق عليها الجوده، لكن مع تطور الحادث يعني بالحياة الاجتماعية بشكل عام والتطور الوضع
تطور الحياة بشكل عام، بدأت تتأسس شركات خاصة لتقديم خدمات. يعني مثلا بدأت تتأسس شركات لتقديم خدمات الإنترنت، مثلا بدأت تتأسس شركات لتقديم خدمات التوصيل، بدأت تتأسس شركات مثلا لتقديم خدمة معينة مثلا في مجال السفر والسياحة. فهذه الشركات هم أيضا بدأت تبحث عن شنو، عن الوفاء بمتطلبات الزبون، بحيث يكون تقديم خدماته ذات جودة عالية. فإذا هذول الشركات اللي بدأت تقدم خدماتهم أيضا بدأت تبحث عن أنظمة جودة. فنظام الجودة بشكل عام مع تطور الوقت بدأ يطبق على المؤسسات والشركات والمنظمات اللي هي تنتج منتجات بضائع واللي تقدم خدمات بنفس الوقت. فلذلك احنا ردفنا كلمة المنتج بالخدمة حتى نحكي، احنا نحكي على الاثنين معا، حتى تكون مدخلية ان اللي راح نتكلم عن المواصفات. فاذا بدأوا يقولون المطابقة، يعني شنو مطابقة المنتج او الخدمة؟ انا يعني كزبون من اجي اشوف انه هاي المنتج او هاي الخدمة تطابق متطلباتي اني او المواصفات اللي حاطها ببالي، اقول هي ذات جودة. بعدين قالوا لا، شافوا انه المنتج او الخدمه من يكون ملائم للاستعمال مثل ما بعض الاخوان جاوبوا، او من يكون ملائم للغرض اللي انا اريد استخدمه اليه، فانا اعتبره ذا جوده. بعدين اتطور الموضوع، قالوا لا، مرات الزبون من يجي يشتري يريد يشتري سياره تطول وياه 10 سنوات، تطول وياه مثلا 5 سنوات، انا من اريد اشتري موبايل، اريد اشتري موبايل يمشي وياي 4 5 سنوات، يشتري ب 1000 دولار 800 دولار 700 دولار، اي مبلغ كان، خصوصا هاي الاجهزه الذكيه الجديده. من اروح اشتري حاسبه مثلا استخدمه بالبيت، افكر انه هاي تطول وياي كذا سنه. من اريد اقدم، من اريد ان مثلا افرض اتوجه الى شركه تقدم لي خدمه انترنت، فانا اريد هاي خدمه الانترنت تطول وياي، او لا تكون توفي بالسرعه والجوده اللي انا اريدها من خدمه الانترنت. اني من اجيب لي عامل للبيت يريد يسوي لي مثلا، يبني لي حائط او يصلح لي مثلا افرضه جهاز تبريد عطلان، يكون هذا من يصلح لي اياه، يصلح لي اياه بشكل انه هذا الجهاز يطول وياي، يصلح لي اياه بنفس اليوم، مو يطول وياي مثلا في الاسبوع يظل يودي ويجيبه. واضح شلون؟ فاذا الجوده صار بها مجموعه تعاريف، زين، مجموعه المطابقه، يعني مجموعة التعاريف اللي تقول الجودة هي معناتها المطابقة، والتعاريف اللي تقول مجموعة الملائمة، والجودة اللي تقول شنو؟ تقول مجموعة القدرة. فإذا لازم المنتج أو الخدمة تكون مطابقة وملائمة وقادرة على الوفاء بمتطلبات الزبون اللي نقصد به العميل للشركة أو للمؤسسة ذاك الوقت. نعرف نقدر نقول زين، بس احنا بعد كل هاي التعاريف وكل هذه المجموعة اللي صارت، نريد نطلع بتعريف الجودة. فقالوا تعريف الجودة حقيقة، تعريف الجودة صار أنه كالآتي: مطابقة المنتج أو الخدمة للمواصفات وقدرتها على الوفاء بمتطلبات المتعاملين. فجمعنا كل هذا التعريف، صار جامع لنا بكل المواصفات اللي إحنا نريدها بالجودة. فإذا كان المنتج أو الخدمة مطابقة للمواصفات اللي يريدها الزبون، زين، وقادر على الوفاء باللي يريده، يعني انا مو بس يطابق المواصفات، لا، يوفي بالمتطلبات اللي انا اريدها. فانا اشتري سياره واشوف هاي السياره هم ما دين اقدر انقل بها بضائع، وهم ما دين اقدر اتنقل بها، وهم اخذ بها عائلتي الى اي مكان. فاذا هي مطابقه لمتطلباتي اني، وايضا قادره على ان توفي ببقيه شنو؟ ببقيه احتياجاتي. فصار تعريف الجوده بشكل عام بهذا الشكل. الجوده هي شنو؟ مطابقة المنتج أو الخدمة للمواصفات وقدرتها على الوفاء بمتطلبات الزبائن اللي أنا راح أقدم لهم إياها. زين، هسه قالوا إحنا هذه الخدمات أو المنتجات اللي إحنا بنحكي عليها، هاي المواصفات وهاي المتطلبات من اللي يحددها؟ قالوا يحددها الزبون، زين، أو ما يسمى بالعميل، يعني هم يكونون عملاء للشركة أو المؤسسة أو الدائرة أو المريدة. لأن احنا نريد نعرف منو هذا الزبون، منو هذا العميل، منو هذا الشخص اللي أنا لازم أبحث عنه حتى أقدر أجي أحقق المطابقة للمواصفة اللي يريدها. أجي أسأله أقول له يا بتعال أنت منو، أريد أعرف أنت منو.
اكو صوت مو واضح، اعتقد انا شوي صوتي بدا يرتفع وبدا يتحمس يعني، فاكيد جميل جميل، اذا صوت واضح جميل جميل. نعم دكتور الاخوان، اوكي انت معلق جميل جدا، عاش فيك دكتور. فاذا احنا بدينا نبحث عن هذا الشخص منه، فاذا حتى انا اعرف هذا الشخص من هو العميل حتى اجي اقدر اسال اني. فاجوا الشركات واجوي المؤسسات واجت الدوائر واجوي كل الاشخاص اللي مهتمين حتى يطبقون معايير الجوده حتى يجون يبحثون، اجوي سووا احصائيه من هم العملاء اللي انا اقصد، فاجوي شافوا اللي يدورون اللي عندهم منتجات واللي عندهم خدمات، شافوا انه الزبائن الان اللي يجي يشتري من عندي هو زبون، فاذا الان من هو العميل مالتي؟ الزبون. زين بعد منهم قالوا الاسره، يعني انا كاب كرب لاسره معينه، فالعملاء مالتي من هم؟ هم الاسره مالتي، يعني ينتظرون من عندي ان اقدم لهم خدمات، مو صحيح؟ الاسره تنتظر من عندي ان اقدم لها خدمه. زين الاصدقاء، الاصدقاء هم ايضا هذول من ضمن العملاء اللي هم ينتظرون من عندي ان تكون العلاقه بيني وبينهم هم ايضا ذات جوده عاليه. زملاء العمل هم ايضا ينتظرون من عندي شنو؟ ان اقدم لهم خدمه عاليه. المدراء اللي انا اشتغل معاهم بمعيتهم هم ايضا ينتظرون من عندي انه شنو؟ ان اكون ان انبي المواصفات اللي يردوها من عندي وان اوفق المتطلبات اللي يردوها من عندي. والمرؤوسين اللي اني يكونون تحتي ويعملون معيتي هم ايضا ينتظرون من عندي شنو؟ ينتظرون من عندي ان اوفي بيش بالمتطلبات اللي هم يعدوها. فمجموع العملاء اللي دا اشوفهم اني تعدد متنوعهم بدا يفرض شنو؟ بدا يفرض تنوع في المواصفات اللي انا اقدمها للجوده. لذلك تنوعت المتطلبات، فمتطلب مره انا اشوفه متطلب خاص بمن؟ خاص بالزبائن، ومره اشوفه متطلب خاص بمن؟ خاص بالمنتج نفسه، ومره اشوفه متطلب خاص بمن؟ خاص بنظام اداره بشكل عام، ومره انا اشوفه متطلب خاص بمن؟ بمن يعملون معي حتى شنو؟ حتى اوفي بجزء من المواصفات والمتطلبات اللي هم ينتظروها. فاني الان شخص اقدم الى شركه اريد اعمل بها، فش اتوقع من هاي الشركه؟ اتوقع من هاي الشركه وجود نظام يامن علي من؟ على العاملين معه، يوفر الادوات اللي لازم يشتغل بها من الموظف معاهم او العامل معاهم، يحدد لي الراتب اللي انا راح اتقاضاه، يحدد لي الوقت اللي راح اني اعمل به، بحيث من اجي اني اعرف انه هذا الشركه بها نظام كامل معروف متعارف عليه يحميني اني كشخص داخل هذا الشركه. فمن هذا المنطلق، من هذا المنطلق اخواني طلع الفكره بتاسيس نظام يامن على صحه وسلامه العاملين داخل الشركات والمنظمات. طبعا هي الفكره قديمه، يعني قديمه تاريخيا، يعني من زمن الاشوريين والبابليين والسومريين والفراعنه وكل واليونانيين، من زمان كانوا بالحقيقه يفكرون، لان يعتبروها جزء من حقوق الانسان وجزء من حقوق العمال. لكن بطريقه خلينا نقول تاسست على اساس وجود نظام حقيقه ظهر بعد الحرب العالميه الاولى. بدوا يعني المنظمات العماليه بدات باعتبار التغييرات اللي حصلت بالعالم بدوا يفكرون انه هاي حقوق العمال انه لازم نحدد اوقات حتى ما يستغلهم اصحاب العمل، بدت لازم نحدد لهم الاجور، بدت لازم نحدد لهم بعض الامور اللي تحميهم من الاستغلال والاحتكار والاقطاعيه. فبدت خلينا نقول بدت الطبقات العامله والطبقات الكادحه تفكر، وبدت تتظاهر وبدت تطلع في الطالب بحقوقها. فلذلك بدت الشركات بشكل عام وبدت المنظمات وبدت الدوائر وبدت الدول ايضا تفكر بوضع شنو؟ بوضع سيستم لضمان صحه وسلامه الاشخاص اللي يعملون معهم. فلذلك
طلع هذا النظام اللي يتحدث عن موضوع الصحة والسلامة، راح نعرف شنو معنات موضوع الصحة. الصحة معناتها كل شيء له دخل أو مدخلية بحماية أجساد وعقول العاملين في المؤسسات من الأمراض اللي تنتج، قد تكون عن مواد سامة، تعاملهم مع مواد مشعة، تعاملهم مع مثلا افرضوا أجهزة خطرة، تعاملهم مثلا في أجواء قد تكون صعبة، تعاملهم في أماكن قد تكون مرتفعة، واضح شلون؟ أو لا، أو جراء العملية يعني حماية أجسادهم من العمليات اللي يمارسوها، يعني قد تكون أعمال شاقة، قد تكون أعمال خطرة، قد تكون أعمال يعني عمليات اللي يمارسوها في المعامل أو المصانع أو الشركات ذات توجه أو ذات عمليات تسبب خطورة على أجساد وعقول العاملين، أو قد تكون الخطورة ناجمة من الإجراءات المستخدمة في مكان العمل. يعني أنا أتعامل مع إجراءات قد تكون صارمة جدا بحيث تأثر على صحتي أنا أو عقليتي، أو إجراءات قد تأثر على طريقة تفكيري بحيث أنه الإجراءات تكون ضاغطة مثلا، أو إجراءات تكون صارمة جدا بالشكل اللي أنه أني أتأثر على صحتي أو أتأثر على حماية جسدي. هذا المعنى، معنى الصحة. السلامة اللي نقصد بها، السلامة المهنية نقصد بها مجموعة الخدمات المتنوعة اللي تقدمها الشركات أو المؤسسات أو المنظمات أو الدوائر حتى تحمي شنو؟ حتى تحمي العاملين معها، أو الخدمات الوقائية اللي تقدمها الشركات في سبيل حماية العاملين معها من مخاطر العمل اللي تنتج من ممارسة الأعمال بشكل عام، سواء كان يعني داخل المنظمة أو خارجها، أو مجموعة التسهيلات اللي تقدمها هذه الشركة من أجل أنه تحمي العاملين معها بشكل عام. تمام، لحد هذه الفقرة وصلنا إلى أنه صعدنا في صورة واضحة عن المدخلية لأنه نعرف أسباب تبني أنظمة الصحة والسلامة المهنية. إذن بس الصحة والسلامة المهنية شنو اللي نقصد بها؟ نقصد بها مجموعة من الأنشطة والإجراءات والعمليات، شوفوا أخوان، مجموعة من الأنشطة والإجراءات والعمليات. دائما إحنا من نحكي عن الصحة والسلامة المهنية نقصد بها شنو؟ مجموعة من الأنشطة تقوم بها المنظمة أو المؤسسة أو الدائرة، أو مجموعة من الإجراءات الموضوعة من أجل حماية العاملين معها، من أجل توفير صحة وسلامة للعاملين، أو مجموعة عمليات، عمليات متبعة من أجل أيضا الصحة والسلامة. فهي مجموعة أنشطة، مجموعة إجراءات، مجموعة عمليات. من هاي مجموعة الأنشطة والمجموعة الإجراءات ومجموعة العمليات بدأ عملية تدوينها، بدأت عملية وضع يعني سن قوانين إلها، بدأت المطالبة بها، بدأت. فلذلك هذا التدوين والتقنين والمطالبة والإجراء اللي بدأ لموضوعات الصحة والسلامة وخلاها تجي في سياق أنه ممكن أن نطبق عليها مواصفة من مواصفات الجودة اللي هي 45,000، وكمان إن شاء الله راح نوضح إن شاء الله. أيضا الصحة والسلامة المهنية تعني تحسين أماكن العمل، أنا مو بس أحافظ على صحة وسلامة الشخص العامل، وإنما شنو؟ أحسن بيئة العمل اللي عندي، أجعل بيئة العمل أكثر أمانا وأكثر رفاهية للعاملين، أوفر بها الأمن والرفاهية للعاملين. قد يكون هذا التوفير الأمان مثلا من ناحية إنه أنا أضع مثلا طفايات حريق، مثلا أوفر مخارج اضطرارية أكثر مثلا في حال حدوث حريق، أنه أوفر بناء أكثر سلامة وأكثر أمانا، أوفر الرفاهية أقصد بها قد تكون مثلا حتى أجهزة التبريد اللي موجودة داخل التكييف والتبريد اللي هي موجودة داخل المعامل والمصانع اللي توفر لي جو غير ملوث داخل المعامل. الصحة والسلامة نقصد بها تقليل المخاطر داخل المؤسسة، وأيضا نقصد بها الاهتمام بالمستوى الصحي للأفراد داخل المنظمة. فأني
اهتم بموضوع الصحه والسلامه معناته راح اهتم بكل هذه الاجراءات اللي قدمناها. زين هسه واحد يجي يقول اني كصاحب شركه، اني كصاحب معمل، اني كصاحب مؤسسه كم، شنو هي المزايا اللي راح اكتسبها اذا اني اجي اطبق نظام اداره الصحه والسلامه المهنيه؟ لان انا راح اجي اصرف، راح اجي اخلي ميزانيه خاصه لحمايه وسلامه العاملين معايا. انت تريد من عندي اوفر طفايات، تريد من عندي اوفر مخارج واضطراريه، تريد من عندي التكييف وتبريد، تريد تدفئه، تريد من عندي، تريد من عندي انه انا اوفر اجراءات حمايه سريعه، مثلا قد تكون ادويه، قد تكون مثلا مواد اسعافات اوليه، كل هاي فلوس، صرف فلوس. قد اني في بعض الاماكن اضطر انه اخلي شخص متمرس في مجال الاسعافات الاوليه، يعني مو كل واحد يقدر يداوي، كل واحد يقدر يعالج، يعني يكون عنده معالج سريع، قد يكون على حتى مستوى طبيب ان اوفره. زين انت تريد من عندك كل هاي المواصفات، شنو هي المزايا اللي انا راح اكسبها من خلال تطبيق نظام اداره الصحه والسلام؟ اول شيء اللي راح اكسبه اني هو تحسين اتجاهات العاملين نحو الامن والمنظمه. طبعا اكيد انا اليوم مو الشركه الوحيده في مجال العمل مالتي، انا اليوم مو المنظمه الوحيده في مجال اختصاصي، كثيرة من المنظمات. فانا اليوم اذا راح اجي ما اهتم بالعاملين معايا، اكيد هذا العامل اللي وياي ما راح يؤدي يعني ما راح يؤدي الواجبات المنوطه به بالشكل الحسن، راح اشوفه اداء ضعيف، راح اشوفه شايفين احنا بعض الاحيان يعني من اجيب عامل مثلا اشغله مثلا افرضه باجر يومي او اشغله باجر مقطوع. بالاجر اليومي عاده نشوفه ما عنده ذاك الواهس والامل، لانه يعني يحس الاجر قليل مو بالاجر اللي هو يريده، لكن من انطيه اجر مقطوع راح نشوفه يحس الخطا، راح نشوفه يبذل جهد اكثر، وحتى ينطي من وقته في مجال انه ينجز العمل في اقل وقت في اقل عدد من الايام حتى يستوفي هذا الاجر. فلذلك نشوف احنا مثلا ان يتحول العامل اللي انا احتاجه الى طبيعه موظف، تعرفون طبيعه الموظف ينتظر الدوام الرسمي ينتهي يترك كل شيء ويغادر المكتب مالته. ليش؟ لان هو يعتبر الوقت مال الواجب ماله خلاص. فلذلك حتى الوحده من اهم المزايا اللي راح اكسبها اذا طبقت اداره صحه وسلامه مهنيه في المعمل او الشركه او الدائره مالتي، انه اتجاهات العاملين نحو اتجاهات العاملين بهاي الشركه مالتي بهاي المنظماتي نحو المؤسسه نحو المنظمه راح يتحسن، راح يبذلون جهد اكثر، حتى راح يطلون من وقتهم، قد يتعاملون وياي خارج اوقات الدوام، وايضا حتى نحو العمل راح نشوفهم يكونون اكثر يعني راح يبدون يبدعون في مجال عملهم، راح يبدون يوفروا لي، راح يبدون يعطوني افكار جديده، راح واضح شلون؟ فهذه واحده من اهم المزايا في تطبيق نظام اداره الجوده، عفوا اداره الجوده صحيح في مجال الصحه والسلامه المهنيه. طبعا اكيد كل مؤسسه تطبق نظام اداره الصحه والسلامه المهنيه راح تلقي حوافز معنويه. يعني شنو حوافز معنويه؟ يعني راح تلقي انه اللي احنا قدمناه سابقا انه راح تلقي مجال الشكر والتقدير من قد تكون من 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 النقابات العامله في هذا المجال، قد تحصل على عطاءات مثلا من الدوله من مؤسسات اخرى تمنحها عطاءات، تمنحها حوافز نسميها معنويه وماديه وحتى قانونيه للمنظمات والمؤسسات والشركات اللي تطبق هاي معايير الصحه والسلامه. حتى في مجال الدوله يعني محليا ايضا راح تكون هي مقدمه، قد دائما اني لنفرض مثلا كصاحب قرار من اريد انطي مشروع اجي اشوف دائما المؤسسات او المصانع او المعامل او الشركات اللي هي شنو اللي هي توفر او تطبق معايير الصحه والسلامه، راح اخلي هي تكون جزء من هذه المشاريع. او قد لا، قد الحافز القانوني انه انا من اخلي شروط، يعني الدوله من تخلي شروط من اجل انه الشركه هاي تكسب هذا العقد،
واحدة من الشروط انه تكون مطبقة لمعايير إدارة الصحة والسلامة، تشوفون شلون؟ فإذا واحدة من أهم المزايا أيضا هو حوافز معنوية وقانونية ومالية لتطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية. أكيد طبعا الشركات اللي أو المنظمات اللي هي تستقطب عمالة أجنبية أو الشركات اللي تستقطب خبرات أجنبية، هذه ما راح تقدر تستقطبهم إذا ما كانت مطبقة شنو؟ ما كانت مطبقة معايير دولية لإدارة الصحة والسلامة المهنية. وهذا شيء كلش مهم، خصوصا مثل ما أسلفنا أنه الشركات اللي تريد تستقطب الكفاءات الأجنبية. هسه عدم تطبيقها يشكل هم أيضا عبء مالي على المنظمة، باعتبار شنو؟ باعتبار أني اللي إذا ما أطبق أنظمة إدارة صحة وسلامة مهنية راح يا ستار أتعرض إلى شنو؟ أتعرض إلى كثير من الحوادث، وماكو شركة، ماكو منظمة، ماكو مؤسسة ما تقع بها حوادث، لأن طبيعة الموارد البشرية تتعرض إلى حوادث، وحتى الموارد المادية، حاسبة تعطل، جهاز يوقف، ماكينة معينة أيضا تتعرض للعطل. فعدم تطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية حيحملني عبء مالي، باعتبار أني راح أدفع تعويضات، راح أدفع تكاليف علاج، راح أدفع إذا شخص مثلا غادرني بسبب خلل معين راح أجيب واحد بمكانه، راح لازم أدربه، ولازم أصرف عليه وقت، لازم أصرف عليه جهد، زين، باعتبار أنه أني راح أستبدل هذا الشخص المورد البشري مالتي. وأيضا هذا كله راح يسبب لي فقدان بالانتاجيه، لان يعني مثل ما تعرف العامل المستجد او الموظف المستجد، ومثل الموظف اللي عنده خبره واللي عنده صار له كذا سنه يشتغل في مجال عمله، هذا كله راح ياثر على من؟ ياثر على الانتاجيه. فمزايا عفوا تطبيق نظام اداره الصحه والسلامه المهنيه الحقيقه به مكتسبات من نواحي عده، منها نواحي نسميها اتجاهات نحو العمل اللي نكسبه من خلال انه الموظفين راح تكون عندهم انتماء اكثر للشركه، انتماء اكثر للمعمل، انتماء اكثر للمنظمه، انتماء اكثر للدائره مالتهم، يحسون بانتمائهم، يحسون انه هذا عملهم، يعني يحسون هذا عمل شخصي لهم. فتلقي كثير من المؤسسات العاملين بها يدافعون، يعني يدافعون دفاع مستميت من اجل انه يحافظون على هاي الشركه وعلى هذه المنظمه. ليش؟ باعتبار هاي المنظمه مارس من الانظمه اللي هي تحمي العاملين معها. فكثير من المزايا احنا ما ذكرناها حتى ما نطول الوقوف عليها. من الاشياء المهمه ايضا اللي احنا دائما نبحث عنها هو الاهداف، شنو هو الهدف من السلامه والصحه المهنيه؟ الحقيقه علماء الاداره يقولون احنا عندنا اهداف انتاجيه واكو عندنا اهداف وقائيه، يعني اني من اجي اطبق نظام اداره الصحه والسلامه المهنيه ليش اجي اطبقه؟ لان عندي مجموعه اهداف، مجموعه الاهداف هذه تتفرع الى مجموعه اهداف انتاجيه مثل تحقيق السلامه المهنيه. اني دائما اريد الجو اللي يساعد هو يعني جو سليم، ما بي اي مشاكل، ما بي اي ضغوطات. أنا اليوم أريد أجي إلى معملي، أجي إلى دائرتي، أنا اليوم أجي إلى المحل، أجي إلى الشركة مالتي، أجي ألقاها سالمة، مو أجي أتفاجئ بها شنو؟ أتفاجئ بها مشاكل. فتحقيق السلامة المهنية هذا كلش مهم عندي. بعد شنو؟ تخفيض تكاليف إنتاجية، يعني شنو؟ يعني أنا من أجي أطبق نظام إدارة للسلامة والصحة المهنية راح أقلل من ايش؟ من التكاليف الانتاجيه، لانه انا الايدي العامله الخبيره باقيه ما متعرضه الى اي اذى، دائما مراجع نظام صحتهم، سلامتهم، الاجهزه الوقائيه هم ايضا مراجعها، حمايتهم، سلامتهم كلها مراجعها، راح يقلل لي لانه انا ما راح يصير عندي اي تعويض في مجال اي خبره من الخبرات اللي انا موجوده عندي. راح يصير عندي رضا وظيفي للعاملين وياي. هذا ايضا تدري انت العامل وياك، يعني يوم انت تجيب عامل تعطيه نفس الاجره، لكن هذا العامل تعامله باخلاق، تعامله بانسانيه، تعطيه كلاس مي بارد، تعطيه استكان شاي، اكيد مو مثل الشخص اللي راح تجيبه
لا استكان شاي لا غلاس ماي، ما راح يحس اكو رضا وظيفي. زين، فانت يوم اللي تحقق هاي الاهداف، يعني يوم اللي تطبق انظمه اداره الصحه والسلامه المهنيه، راح تحقق هدف الرضا الوظيفي اللي احنا تقريبا كنا متفقين عليه ومحتاجيه في مجال العمل. زين، الاهداف الوقائيه اللي هاي الاهداف انتاجيه، الاهداف الوقائيه شنو اللي راح احققها؟ بالحقيقه راح احقق تامين على بيئه العمل مالتي، راح احقق المحافظه على صحه العاملين اللي وياي، بعد شنو راح احققها؟ انه اوفر من الخدمات الصحيه اللي انا اقدمها للعاملين وياي. اكيد يعني اليوم اللي انا لنفرض ما محقق، يعني ما جاي مطبق معايير السلامه والصحه المهنيه، اكيد راح اني اجي يوميه القى لي عمال اثنين ثلاثه متصوبين، عمال اثنين ثلاثه متعرضين الى اذى، واحده من الاجهزه مالتي عطلانه، حاسبه واقفه، تشوفون شلون؟ فهذه ايضا راح اتعرض لها. بعد ايضا اقلل من الامراض المهنيه اللي تصيب منه اللي تصيب العاملين معايا. لان تدرون هاي بالتراكمات راح اني عدم تطبيق المعايير الصحه والسلامه المهنيه راح يخليني يعرض كل العاملين وياي الى امراض مهنيه متعدده، من يعني امراض مهنيه كبيره تدرون، يعني يعني انا اذا ما انطي جايز، اذا انا ما انطي مثلا فترات استراحه، ما انطي، راح يسبب لك كثير من المشاكل، مفاصل، ضغط، سكر، اعصاب، كل هاي الامور انا راح اشوفها تتراكم علي. فانا كل ما اطبق كل ما اكون حريص على تطبيق نظام اداره الصحه والسلامه المهنيه، كل ما راح القي عندي موظفين ينعمون بالصحه، ينعمون بالرضا الوظيفي، وايضا اوفر اهم شيء هو الاحساس بالانتماء الوظيفي لهذه الدائره مالتي. زين، احنا كعاملين بالحقيقه، يعني كعاملين في مجال اداره الصحه والسلامه المهنيه، ما يعني شلون انا اجي اطبق الحق؟ شلون اجي اطبق المواصفات؟ احنا راح نجي ناخذ المواصفات موجوده، يعني المعايير اللي احنا وضعتها منظمه الايزو موجوده، شلون انا راح اجي اخلي لها البرنامج حتى ابدا اطبقها؟ زين، يعني شنو هي الخطوات اللي اني اللي لازم امشي عليها؟ هذا موضوع كلش ضروري، وقد كثير من الاخوان يعني يعانون من عدم قدرتهم على وضع برنامج لتطبيق المعايير. يعني في كثير من المؤسسات متحوله الجوده، او متحول موضوع اداره انظمه الجوده بشكل عام الى ورق او استماير يجي منها الموظف اللي هو مسؤول عن قسم الجوده، استماره موجوده عنده يمليها، قد يستعين بالاخرين. زين، انا شلون احول الجوده بالحقيقه اخوان الى برنامج؟ هذا كلش مهم. راح نتكلم احنا هسه بخصوص الصحه والسلامه المهنيه، فانا حتى احول النظام اداره الصحه والسلامه المهنيه الى نظام حقيقي، يعني تدرون من انا اجي اطبق المواصفات، مو بس انا اضمن تطبيق المواصفات، لا، راح يصير عندي سيستم، راح يصير عندي سكه امشي عليها من اول مره، اخلي برنامج صحيح، راح يصير مثل السكه بالضبط، انا اشبهها بالسكه، بعد تمشي عليها القطار، انت بعد ما تدوخ باستمارات واجراءات وتطبيق معايير وتدقيق داخلي تشوفون شلون اخوان؟ اخلي البرنامج بشكل صحيح، اليوم احنا هذه قد تكون اضافه شويه، اضافه يعني زياده من المعلومات، زياده بالموضوع التطبيقي، حتى نحول الحقيقه الى يعني برامج الجوده الى موضوع ثقافه عامه، ممكن انه تسهل لنا العمل، مو تصعب علينا العمل. يعني انا ما اريد اجي افتح قسم او شعبه او اخلي لي موظف، هسه مو شعب، اخلي لي موظف اقول له انت مسؤول عن برنامج اداره الصحه والسلامه المهنيه. مو عبء علي، ما احول الايزو وما احول الجوده عفوا، ما احول الجوده الى عبء على الشركه ولا احول عبء على الاداره. فشنو هو البرنامج اني اللي لازم اطبقه؟ احنا راح نحكي الان على البرنامج الخاص بالصحه والسلامه المهنيه.
اول شيء لازم اني اجي ادرس بيئه العمل، اول شيء لازم اجي اعرف تفاصيل بيئه العمل اللي اني دا اشتغل بيها، شنو هي الاجراءات اللي متبعه عندي من بيئه العمل، شنو اني المجال عملي، يعني نطاق عملي شنو هو اني؟ نطاق عملي تجاري، تسويقي، صناعي، صحي، انا وين دا اشتغل؟ بيئه العمل مالتي هي شنو بالضبط؟ احدد النطاق، يسمون النطاق، اجي من اجي احدد النطاق مالتي راح اجي اعرف انا في اي بيئه قاعد اشتغل، فاذا اول شيء لازم اجي ادرس بيئه ومجال ونطاق العمل مالتي حتى اتعرف على انه شنو هي الاشياء اللي لازم انا ابدي اضعها على ارض الواقع. بعدها اجي اشارك العاملين وياي. بالحقيقه اداره الجوده هي مو بس انه انا عباره عن فايلات وملفات وعباره عن استمارات اوزعها على الموظفين او العاملين وياي واملها وامشي. لا، لازم الجوده اخوان تتحول الى عمليه تشاركيه بحيث تؤمن بها الادارات العليا، يؤمن بها الشخص اللي هو دا يقوم على اداره نظام الجوده، العاملين معايا انا العاملين معايا يؤمنون بانه لازم اكون نظام اداره جوده بخصوص الصحه والسلامه المهنيه، فلازم يشاركون وياي، يتعاونون وياي، يقدمون النصيحه، يقدمون المشوره، يقدمون العون على الاقل، ما يريد من عندهم نصيحه ولا يريد من عندهم مشوره، بس انه يتعاونون وياي من اجل انه اطبق مواصفات الصحه والسلامه المهنيه. زين؟ بحيث انا من اقول له انت لازم تطفي مثلا الكهرباء من تطلع من الغرفه، لازم هذا يكون هو يطفيه، هو مو اجي اني كمسؤول اداره الصحه والسلامه المهنيه اجي افتح على الغرفه انا اطفي الكهرباء، او اني اسد الشبابيك مال الغرفه، او اني اطفي الماكينه اللي نشتغل عليها، او اني اجي مثلا افرضه يعني افحص او افتش بعد العامل، فاذا لازم اكو ثقافه مشاركه، لازم اقول له يا اخي انا دا انظم، دا اجي اطبق اداره برنامج لاداره الصحه والسلامه المهنيه، هذا يخدمك الك كعامل، انت يخدمك الك قبل ما يخدمني اني، فحتى تصير ثقافه المشاركه في المؤسسه او الشركه مالتي، فاخوان هذا جدا ضروري حتى اضع البرنامج تكون عندي يعني تكون عندي حقيقه، حتى تكون عندي ثمره من تطبيق برنامج الصحه والسلامه المهنيه، لازم اني اجي اشارك العاملين معايا. موضوع اخر والخطوه اللي مهمه ايضا في برنامج الصحه والسلامه المهنيه، لازم اكو تدريب واشراف. يعني شنو تدريب واشراف؟ لازم اني اجي ادرب كل العاملين في اختصاصهم، ادربه على يعني مثلا انا اذا عندي مشغل ماكينه معينه، اذا انا عندي مشغل حاسبه معينه، اذا عندي مشغل مثلا اي جهاز معين، لازم ادربه عليه، او اي واحد صاحب اي اجراء، صاحب اي موضوع اخر، انا عندي هذا يشتغل بالتسويق، هذا عندي يشتغل بالمبيعات، هذا يشتغل عندي مثلا افرضه في مجال الخدمات الصحيه، هذا يشتغل في مجال مثلا افرضه الكهرباء. كل واحد من عندهم لازم انا يكون مدرب على العمل مالته، هسه تقول لي انا مو جايبه خبير، اوكي انا جايبه خبير. بس لازم ايضا لازم اكو تدريب. اكو تدريب في مجال اختصاصه وايضا ادربه على موضوع الصحه والسلامه. انت المجال عملك اللي قاعد تشتغل به، انت اليوم الان موظف على الحاسبه، لازم تعرف انه العمل على الحاسبه يسبب لك اجهاد، لازم تعرف الاناره، لازم تعرف مده الجلوس على الحاسبه ايش قد، لازم تعرف انه انت لازم تلعب رياضه معينه، انت واضح شلون؟ هذا برنامج التدريب يضيف الى شنو؟ يضيف الى برنامج الاشراف على الصحة والسلامة المهنية، لازم أني أدرب العاملين معايا وأكون أشرف عليهم. بعد شنو؟ لازم الإدارة العليا للشركة مالتي تكون عندها اهتمام ببرنامج الصحة والسلامة المهنية. يعني أني مو أتكيت إخوان، الصحة والسلامة المهنية مو أتكيت صاحب الشركة أو صاحب اللي هي الإدارة العليا هي قاط أو هو رباط علي أرتديه حتى والله الناس تقول والله هذه الشركه مطبقه معايير الصحه والسلامه المهنيه، لا لازم اكو اهتمام، فلذلك احنا دائما ايش اقول؟ يعني مو بس انت العاملين وياك لازم يطبقون معايير الصحه والسلامه المهنيه، الاداره العليا ايضا لازم يكون عندها اهتمام بمعايير عفوا بتطبيق معايير الصحه والسلامه المهنيه،
واضح اخوان. فلذلك الجوده اخوان ثقافه عامه لازم تصير عندنا، ثقافه عامه اللي اقصد بها من اصغر موظف الى اكبر موظف بالدائره، هم يؤمنون بوجود برنامج، عفوا بوجود نظام يدير الجوده مالتي. هسه الجوده كان في اختصاص الصحه والسلامه المهنيه، كان في اختصاص اداره انظمه الجوده الاخرى اللي احنا سابقا تعرفنا انها، فلازم يكون هذا الموضوع ثقافه عامه. بعدها اجي على الحوافز، هذه من اجي اطبق، من اجي اشوف موظف ملتزم بمتطلبات ومعايير الصحه والسلامه المهنيه، يعني لازم اقدم له حوافز. هذه الحوافز قد تكون ماديه، قد تكون معنويه، قد تكون اي حافز معين حتى اخليه ملتزم في مجال الصحه والسلامه المهنيه، لان هذا موضوع الصحه والسلامه المهنيه اخوان موضوع كلش حساس، كلش مهم، بمردودات ماديه للشركه، بمردودات معنويه للشركه، بمردودات حتى قانونيه على الشركات والمؤسسات والمنظمات والدوائر اللي تطبق هذا الموضوع. فلازم انا اخلي حوافز للاشخاص اللي هم يلتزمون بمعايير الصحه والسلامه المهنيه. ايضا لازم انا تكون عندي فحوصات دوريه، هاي الفحوصات الدوريه للاجهزه، للبنايه، حتى للاشخاص، يعني الموارد البشريه والموارد الماديه لازم تكون عندي فحوصات دوريه لها حتى اتاكد من سلامتها، حتى اتاكد من انه تشتغل بالطريقه الصحيحه، بالطريقه اللي انا ممكن انه اضمن انه اداره الجوده بشكل عام قاعد تصير بشكل صحيح. فهذا اخوان البرنامج الكامل، من اني اجي اضعه راح اضع بالحقيقه السكه اللي راح تمشي عليها بقيه المعايير والمتطلبات اللي انا راح اريدها في هذا المجال. هسه انا تكلمت بالقدر اللي انه يعني يعني افكار مكثفه، فراح انطيكم 5 دقائق ناخذ بها مداخلات، اسئله، اي شيء ما واضح نحاول انه نتطرق له خلال هاي ال5 دقائق حتى نكمل ما بقي من هاي الورشه لهذا اليوم، ان شاء الله تكون الفائده عامه. دكتور علي اذا وياي نفتح مجال المداخلات والاسئله اذا اكو. اوكي اذا اكو اسئله تفضلوا. العفو دكتور افتح المايكات والشات. هسه الشات والمايكات، اذا اكو مداخله خليه يتفضل. اي شيء تمام مداخله او اساتذتنا سنفتحن، تقدرون اي واحد يعني يفتح المايك ويتفضل او بالشات ايضا انفتح. اي سؤال عن المواضيع اللي ذكرناها، اي سؤال او اي مداخله عن ما ذكرناه حتى نستمر في بقيه المواضيع. لا ماكو، اذا ماكو سؤال راح نكمل ما بدانا به بخصوص برنامج عفوا متطلبات الصحه والسلامه المهنيه اللي هي 45001. زين، هذه البرنامج الصحه والسلامه المهنيه بشكل عام اللي قلنا به انه احنا لازم يكون عندنا موضوع بيئة العمل ومشاركة العاملين. السلام عليكم دكتور. ويكون عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. دكتور سؤال، يعني شنو ربط بيئة العمل ببرامج الصحة والسلامة المهنية؟ يعني إذا كان برنامج صحة وسلامة مهنية غير مفروض هو كستندر أكو موجود، يعني بيئة العمل إذا راح تختلف شنو يعني اللي يختلف بالموضوع؟ بس عفوا سؤالك ما كان، صوتك شوي تقطع فما فهمت السؤال زين، انت ممكن تعيد لي اياه؟ اي ممكن دكتور، بالنسبه لبيئه العمل، قصدي بيئه العمل برنامج الصحه والسلامه المهنيه اذا كان اكو ستاندر مثلا واحد يمشي عليه وياي وياك
يعني بيئة العمل شنو اللي جاي يختلف فيه؟ يعني كان مثلا انا كنت اشتغل قطاع نفطي او قطاع خاص او قطاع مثلا صحي او كذا ما ادري شنو، شنو اللي راح يختلف في برامج الصحة والسلامة المهنية؟ يعني راح تختلف مثلا الاهتمامات، تختلف مشاركة العاملين، شو شغلات هي ثابتة نفس الشيء. هو شوف، احنا من نتكلم على بيئة العمل، يعني اني يعني المشكلة هي وين بدأت، لانه بعض يتوقع او يتصور انه نتكلم عن الصحة والسلامة المهنية نتكلم فقط عن الموارد البشرية، نتكلم فقط عن الموارد المادية، بس بالحقيقة هي بيئة العمل بشكل عام هي من مجموعة الموارد البشرية ومجموعة الموارد المادية و المناخ السائد. زين، يعني انت مكان العمل، زمان العمل، الظروف اللي تحيط بالعمل، العاملين، المواد الموجوده، هاي كلها احنا نسميها بيئه عمل. فانت لازم يكون عندك صوره واضحه عن بيئه العمل، مجال العمل اللي انت تشتغل بهم ايضا من ضمن بيئه العمل. فبيئه العمل بالحقيقه هي مجموع هذه العوامل اللي تشكل شنو؟ تشكل المنظمه عندك او المؤسسه او الدائره او اي شيء اخر. تشوف شلون تعمل في مجالك. فانت هذه راح تطبق هاي المعايير او هاي المواصفات او هاي المتطلبات راح تطبقها وين؟ فانت لازم عندك فد دراسه كامله عن هذه البيئه. زين؟ لان هذني عوامل كلهم من جمعه تاثر، يعني تاثيرهم متداخل بشكل عندك هاي البيئه المتكامله. احنا مرات شوفوا اخوان نتكلم عن البيئه باعتبار هذا مصطلح عام، يعني انا من اقول بيئه المنزل اقصد بيها البناء، اقصد بيها العائله، اقصد بها الاساس الموجود، اقصد بها نمط الحياه اللي انا عايشه. كل هاي التفاصيل يشكل بيئه العمل اللي انا احكي عليها. فبيئه العمل بالشركه مالتي هو معناتها مجال او نطاق العمل مالتي، يعني تخصصي انا بديش اشتغل، انا اشتغل في مجال تقديم خدمات. زين، هاي الخدمات شنو اللي انا اقدمها؟ يعني بعض الخدمات اللي اقدمها ظروفها ومجالها يختلف عن الاخر. مرات نفس بيئة العمل مالتي الأقسام تختلف بدرجة خطورتها عن الأقسام الأخرى. مثلا أنا أجي، أنا عندي يعني عندي شركة للتسويق أو شركة للنقل مثلا، فبرأيك الشخص اللي هو يسوق مطار أو يسوق سيارة حتى ينقل البضاعة نفس الشخص اللي قاعد، يعني نفس الصعوبات نفس المخاطر اللي يتعرض لها هو نفس الشخص اللي قاعد على الحاسبة أو على الإنترنت واللي يستقبل الاتصالات؟ أكيد تختلف. فأنا أقصد بالبيئة مجموعة الظروف ومجموعة العوامل والعناصر اللي يشكل من شنو؟ اللي يشكل لي الشركة. فلازم أنا عندي دراسة بيها حتى من أجي أطبق المعايير والمواصفات وأطبقها بشكل صحيح. العفو دكتور، سؤال. الحوافز، ايش تقصد الحوافز المعنوية والمادية لو يعني اثنيناتهم؟ احنا قلنا اثبتنا انه انا الحوافز اقصد بها الحوافز الماديه والمعنويه، لانه مرات شهاده تقدير تكون كافيه لانه احفز العاملين وياي على الالتزام ببرنامج الصحه والسلامه، او احفزهم على الالتزام بالمتطلبات اللي انا مخليها. لان بعض الاحيان المتطلبات اخوان شوي تكون صعبه. يعني انا ليش قدمت يعني بالتمرين او السؤال اللي قدمناه انه اي السيارات افضل؟ المتطلبات مرات تكون صعبه، يعني الالتزام بها، يعني تدرون يعني مثلا قد اشتغل انا بمعمل انه يلزمني بانه واحده من المتطلبات انه البس شفوف حتى اعمل، او انا في مطعم معين لازم البس القناع اللي الراس ولازم البس الشفوف. بعضهم مثلا يضوجون ينضجرون، بعضهم ليش انا اقول بيئه العمل؟ بعضهم يشتغلون في بيئات عمل تكون بعيده عن الاعين، يعني انا اليوم اشتغل في مطعم دليفري فالمشتري او الزبون ما يشوفني مباشره. زين؟ فلذلك اتهاون في مجال انه انا البس كفوف او استعمل خاشوقه او مثلا يعني ملعقه في انه انا اضع الاكل، يجوز اتناول الاكل بيدي واحطه في الاواني او غيرها من هاي التفاصيل.
او لا انا اشتغل في مجال هو خطر. يعني شنو خطر؟ يعني مثلا اشتغل في مثلا مختبر، المختبر يتطلب من عندي انه اني العينات اسميها اعنونها، فاني اجي العينات احطها باعتبار اني حافظها، اني اعرف هذا اخذتها من هذا الشخص، فلا اجي احطها بدون ليبلات، هذا راح يسبب تداخل عندي بالعينات. فهذه انا اقصد عليها الصحه والسلامه، برنامج الصحه والسلامه المهنيه، من اني اجي اقدم حوافز مو هو اعتباطا. انا ليش اقول دائما احنا لازم نلتزم ببرنامج في كل المعايير الجوده؟ يعني من اجي انا اطبق نظام جوده لازم اسوي برنامج، لان يعني عدم وضع برنامج بالحقيقه راح يحول لي نظام الجوده، راح يحول لي الى عبء على الشركه مالتي، راح يتحول الى مجرد استماره، مجرد ورقه وقلم اني امليها الاستماره حتى اخلص من هذا الموضوع. لازم انا اخلي هذا البرنامج، البرنامج الخاص بالصحه والسلامه المهنيه هذا اللي امامكم الان، انه لازم انا يكون عندي فكره كامله عن بيئه العمل، لازم يكون العاملين وياي مشاركين معايا في تطبيق هذا المتطلبات، لازم يكون عندي تدريب واشراف على العاملين، لازم الاداره العليا يكون عندها اهتمام، يكون عندها شنو؟ يكون عندها يعني بالحقيقه يكون عندها دافع وحافز لتطبيق معايير الصحه والسلامه المهنيه، وايضا لازم تكون عندي حوافز للاشخاص اللي هم ملتزمين بمعايير الصحه والسلامه المهنيه، لازم تكون عندي برنامج الفحوصات الدوريه، افحص الاجهزه، افحص البنايه، افحص كل الشغلات اللي اني احتاج الى فحص حتى شنو؟ حتى اطبق معايير الصحه والسلامه المهنيه، وايضا عمليات التفتيش اللي هي شنو؟ عمليات التفتيش اللي هي راح تخليني مطلع على سير البرنامج بشكل صحيح، وانه جميع العاملين معايا يوفون بالمتطلبات اللي هي موضوعه في برنامج اداره الصحه والسلامه المهنيه. هذه فكره كلش مهمه. وضع البرنامج غير المتطلبات، دائما احنا انا اوصي تشوفون قد يكون شوي نتكلم بهذا الموضوع كثيرا، ليش؟ لان هذا الموضوع يا اخوان يعني برنامج وضع برنامج لتطبيق معايير اي متطلبه قد يكون هو اهم جزئيه في هذا النظام، لانه راح يحول لي الموضوع الى سكه قطار راح امشي عليها، راح اشوف انه انا صار عندي نظام. ايش احنا نسميه نظام اداره يا اخوان؟ نسميه نظام إدارة لأن هو شنو؟ لأن هي مجموعة إجراءات لازم أمشي عليها. زين؟ إذا ما مشيت عليها ما راح يصير نظام، راح يصير لا نظام. زين؟ فأنا إذا شلون أحول هاي المتطلبات والإجراءات إلى نظام؟ أحطها في برنامج، البرنامج هذا اللي أمامكم الآن. بقية المعايير، بقية المواصفات أيضاً إلى برنامج. أنا الحقيقة هذه دائماً ما أتكلم بها بالورشات وما أتكلم بها بالدورات التدريبية، لأنها برنامج جاد مشاركة عملية، يعني يكون المتدربين يكونون مشاركين وياها عمليا حتى نقول لهم شلون يحطون البرنامج، بس احنا يعني وضعناها بهالطريقة حتى شوية نحاول انه نسهل عليكم بعض الامور. اوكي انا الحقيقة ما راجعت الاسئلة اللي على الشات، ما اكو عدد اسئله على الشغل. اوكي. راح نستكمل احنا بعض الفقرات اللي موجوده عندنا، راح ندخل الى المواصفه الدوليه للصحه والسلامه المهنيه اللي هي 45001 لسنه 2018 اللي اصدرتها المنظمه الدوليه للمعايير. زين، بدايه تعرفون يعني صار تطور، يعني هي المواصفه ما طلعت راسا بهذا الشكل، صار بها تطور باعتبار انه كان كلام عن انه تطبيق بعض المعايير محليا، بعضهم كانوا يلجؤون الى نسميها احنا حقوق العمال، لكن بشكل دقيق المعهد البريطاني للمواصفات سنه 1966 اصدر مواصفه سماها البي اس 8800. زين، هاي المواصفة تعتبر تقريبا أول مواصفة مكتوبة، أول نظام مكتوب بمواصفات
حددت متطلبات اداره الصحه والسلامه. تشوفون شلون يا اخوان؟ فهو يعني تقريبا سنه 96 يعني 1996 كانت البدايه الاولى لظهور اول مواصفات لما يسمى باداره الصحه والسلامه المهنيه اللي وضعها المعهد البريطاني، لكن هذه المواصفات ما لاقت قبول للمنظمة الدولية حتى تضعها على شكل معايير ومتطلبات دولية، فظل المعهد البريطاني يراوح في مكانه وظل يسوي واسطات ويشتغل على هذا الموضوع إلى تقريبا سنة 1999 اللي صدروا على أساسها مواصفة اللي هي 18000. هاي المواصفة قدروا يحصلون بها على مباركة الآيزو بعدها، لأنه كانت تقريبا يعني متطلباتها متكاملة في مجال الصحة والسلامة المهنية، فصدرت بشكل متكامل وسميت وقتها الأوشا 18001. بعدها أيضا بدأ العمل عليها على الأوشا 18001، فأصدروا مواصفة جديدة سنة 2007 وصدروا وياها أيضا 18002، يعني الأوشا 18002 اللي هي كانت عبارة عن الإرشادات، يعني المواصفات 18001 هي كانت فيها المواصفات الدولية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وفي موازاتها كانت أيضا موجودة المواصفات الإرشادية اللي احنا نسميها 18002، وبدأ أيضا العمل على هذا الموضوع، وبدأت المنظمة الدولية تشتغل على هذا المعيار إلى أن حولته إلى معيار يعني معيار دولي سنة 2018 بشكل متكامل. طبعا هاي بين 2007 و 2018 تدرون شغل كثير، عمل كثير صار، تغييرات، مواصفات إرشادية عدلوا عليها، المعايير اللي هم كانوا مصدريها سنة 2007 بدأوا يشتغلون عليها إلى أن حولوها إلى معيار دولي سنة 2018، صدر بمواصفة الدولية اللي هي الآيزو 45001 سنة 2018، وهذا هو المعيار الدولي الأول تقريبا، يعني المعيار الدولي الأول اللي صدر في مجال الصحة والسلامة المهنية. هذا التطور التاريخي بالحقيقة اللي صار لهذه مراحل التطور المواصفة من سنة 1996 اللي هو كانت بداية تحديد المتطلبات، لأن تدرون المعهد البريطاني اشتغل يعني من طلع من 1800 حدد هو متطلبات، لكن هاي المتطلبات ما كانت توفي على مستوى الدولي بشكل عام، فلذلك بدأوا يشتغلون عليه إلى أنه سنة 99 مثل ما أسلفنا طلعت الأوشا 18001، وبال 2007 طلعت الأوشا 18001 وهي المواصفات الإرشادية اللي قلنا 18002، إلى سنة 2018 صدر المعيار الدولي اللي هو 45001 اللي هي المعيار الدولي لإدارة نظام الصحة والسلامة المهنية، اللي إن شاء الله راح نبدي نتعرف على شنو، راح نتعرف على المعايير. هسا راح نبدي نعرف المعايير، معايير نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية وضع 10 معايير. الأول يسميه المجال اللي هو السكوب، مجال العمل، يعني لازم نحدد مجال عمل الشركة والمنظمة حتى نقدر نعرف كيف راح نطبق معايير الصحة والسلامة المهنية. وثاني معيار اللي هو المرجع، يسمونه المرجع المعياري، اللي هو عبارة عن تقريبا تعريف تعريف المجال، وثالثا المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمتطلبة اللي هي 45001. فهاي المعايير الثلاثة الأولى بالحقيقة هي عبارة عن معايير إرشادية، معايير تعريفية حتى نتعرف على شنو مواصفة 45001، يعني اللي راح يدخل ويعمل في هذا المجال راح يشوف انه هاي المعايير الثلاثه هي خاصه بالارشاد والتعريف بالمصطلحات. المهم وين يبدي؟ المهم اللي احنا راح نشتغل عليه راح نبدي من المواصفه الرابعه، عفوا من المتطلبه الرابعه للمواصفه
45 ألف واحد اللي هو سياق المنظمة. راح نعرف احنا سياق المنظمة كيف يتكون، شو راح نجي نشتغل على السياق المنظمة حتى نعرف شنو هو المطلوب من عندنا تطبيقه للإيفاء بالمتطلبات. راح ناخذ المتطلب الخامس اللي هو القيادة ومشاركة العاملين، وراح نشوف شلون راح تأثر على المتطلب مالتنا. راح ندخل ستة في مجال التخطيط وهو متطلب مهم جدا حتى نضع على أساس نظام إدارة الجودة. راح نتعلم على راح نتعرف عفوا في المتطلب السابع على الدعم، وفي المتطلب الثامن على العمليات اللي هي تقودنا إلى تنفيذ المعايير والإجراءات المطلوبة من عندنا. ومن ثم راح نوصل للمتطلب التاسع اللي هو تقييم الأداء. وتقييم الأداء بالحقيقة هو المرحلة الأخيرة، طبعا هي المرحلة ما قبل الأخيرة في المتطلبات، لكن هي بالحقيقة المرحلة الأخيرة بالإجراءات، باعتبار احنا آخر إجراء راح نجي نقيم الأداء مالتنا. وراح نشوف احنا بالتفصيل، راح نفصل اليومين الجايات شلون انه احنا راح نجي نطبق الإجراءات، ومن ثم نوصل للمرحلة الأخيرة في تقييم الأداء مالتنا. احنا راح نوصل تقييم الأداء مهم جدا اخواني، لأن على أساسه احنا مو بس راح نطبق المعايير، احنا على أساس راح نجي نشوف ايش قد مطبقين من المعايير. احنا على أساس تقييم الأداء راح نقدر نطلع تقرير اللي هو تقرير التدقيق الداخلي، والأخوان اللي مشتغلين في مجال الجودة يعرفون ايش قد مهم تقرير التدقيق الداخلي، لأن على أساس راح نبدي نحصل على يعني ندخل في مجال إجراءات الحصول على شهادة الآيزو. فهذا موضوع جدا مهم، وهو قد يكون المرحلة الأخطر والأهم بالنسبة لنا في كل المراحل. ومن ثم نصل إلى المرحلة العاشرة اللي هو التحسين، واللي إحنا دائما نقول يا أخوان لب عملية الالتزام بأنظمة الجودة هو التحسين والتطوير. إحنا هي أصلا ما وضعت الجودة إلا لأجل التحسين. إحنا فلسفة الجودة هي قائمة على أساس التحسين. التحسين ما معناته شنو؟ معناته تجاوز الأخطاء اللي طلعت عندنا بتقييم الأداء، تجاوز المعاضل اللي حصلت عندنا بتقييم الأداء. وإذا كانت التقييم الأداء مالتنا حتى لو وصل 100%، يعني إحنا ماخذين 100% في تقييم أدائنا، يبقى التحسين مهم. ليش؟ يعني إحنا دائما اللي ما يتغير مع الوقت ومع الزمن ومع متطلبات الزمن أكيد راح شنو؟ راح يعفو عليه الزمن. مثل ما تقول التطور الحاصل، احنا اليوم في مجال المنافسة الشديدة في التطور الهائل اللي دا يصير، وين اللي دا يصير في مجال العمل. فأكو انت سوق منافسة، اللي دا ينافسك مو بس دا يؤدي دا ينفذ أداء بشكل جيد، يعني اليوم اللي دا يقدم خدمات مو بس دا يقدمها بشكل جيد، وإنما يوميا دا نشوفه يطلع عنا بأسلوب جديد، يشوفه يوميا يحسن لنا من واحدة من فقرات تقديم خدماته أو منتجاته في مجال العمل. فلذلك التحسين هو بالحقيقة هو الفلسفة القائمة عليها كل موضوعة الجودة بشكل عام. فبالحقيقة هذا اللي نشوفه أمامنا هو بنود المواصفة الدولية اللي هي 45,001، اللي هي 10 بنود. البنود اللي مثل ما قلنا الثلاثة الأولى هي بنود إرشادية، بنود تعريفية، عن طريقها راح نتعرف على المصطلحات اللي جاية بالبنود الستة الباقية. اللي يهمنا احنا شنو؟ راح نبدي ان شاء الله يوم غد معاكم، راح نبدي من البند الرابع اللي هو سياق المنظمة، وراح نشتغل عليه ان شاء الله. نعم، هسه احنا قبل ما ننتقل الى سياق المنظمه راح نجي هم ايضا ناخذ مداخلات واسئله من الاخوان، لانه الحقيقه المعلومات اللي حطيناها معلومات اللي وضعناها مكثفه، وحاولت انه انا اركز على انه نفهم ليش وضعت هاي المواصفه الدوليه. فهنا ايضا ناخذ اسئله، ناخذ مداخلات حتى ما يعني ما يكون الكلام انه من طرف واحد، تكون الورشه تكون تفاعليه اكثر. فاللي عنده سؤال، اللي عنده مداخله ايضا ناخذ في هذا المجال. محاضرتنا يوم غد ان شاء الله في نفس الوقت الساعه 9:30 بالليل.
ملف المحاضرة أخوان إن شاء الله أحاول أنه أنطيه إلى دكتور علي من يكمل، لأن أنا مجزئ الحقيقة 3 أجزاء حتى شوي يكون خفيف من أدخل للبرنامج للتطبيق الكونفرنس، شوي تكون خفيف، لأن تدرون الإنترنت شوي مرات أعاني من عنده من يكون الملف اللي نستعمله عالي. نحاول احولكم اياه ان شاء الله، واحول الدكتور علي ان شاء الله هو يتواصل وياكم يرسلكم اياه عن طريق الجروبات اللي متواصلين بها ويا الدكتور. اخوان انتظر اني اسئلتكم، انتظر مداخلاتكم. انتظر اسئله. شكرا لكم، شكرا على اطرائكم، ان شاء الله كنا يعني وفقنا بأنه نضع اللبنات الأساسية في هذا المجال. السلام عليكم، إذا كان أمكن. عليكم. عفوا، إذا أكو مداخلة تفضلوا، إذا ماكو مداخلة اطلب. نعم تفضلوا. مداخلتي كالآتي: بالنسبة لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 45001 بالنسبة للعاملين في هذا المجال، نجد أنها مطابقة تماما لمواصفة الجودة الدولية ISO 9001، بما أنها تتشابه وتتكامل فيما بينها، وأيضا من حيث الترتيب والتناسق والتكامل الموجود بين المتطلبات، لا سيما من جهة السياق، بدءا من السياق المنظمة وصولا إلى التحسين المستمر. فقط أريد بعض التفصيل فيما يخص القيادة ومشاركة العاملين ببعض من التفصيل إذا كان أمكن، وشكرا. شكرا شكرا ست، يعني هي انت تعرفت الى نقطه كلش مهمه، يعني احاول انه اتكلم بالفصحى اكثر لانه الوقت شاكتنا اعتقد من دول المغرب العربي. الاخت تعرضت الى موضوع جدا مهم واشارت الى تشابه وتداخل بنود المواصفات بشكل عام. المواصفه الدوليه اللي هي 45001 بالحقيقه اعتمدت بشكل كبير على المواصفة الدولية 9001. أنا أتفق معك جدا أنه القائمين على المنظمة الدولية للمقاييس دائما يحاولون أنه يخرجون ببنود، هذه البنود تكون قابلة للتطبيق الدولي بشكل عام. فلذلك قبل هو يعني نقول لماذا تأخرت المواصفة الدولية 45001؟ يعني تاريخيا إذا نرجع لهذا الموضوع موضوع الاستحداث، يعني بين سنة 1996 اللي معهد البريطاني أخرج المواصفة أول مرة، حدد المتطلبات، عرضها على الايزو، عرضها على المنظمه الدوليه للمعايير، ما قبلت بها لانه لم تكن بالشكل اللي ممكن انه تصل الى ان تتحول الى مواصفه دوليه. لذلك عملوا عليها الى سنه 1999 اصدروا المواصفه الاوشا اللي هي بقت تقريبا تعد المواصفه الوحيده في مجال تطبيق إدارة الصحة والسلامة المهنية، لكنه ما تحولت إلى مواصفة دولية. بدأت تقبل كمواصفة دولية مع بداية عام 2007، هي أصدروا على أساس
المواصفات الدولية 18000 واحد، الأوشا 18000 واحد، ومعها المواصفة الأوشا 18002 اللي هي المواصفات الإرشادية. لكن مع ذلك بدل يعني عانوا الكثير يعني مع البريطاني من أجل أنه يحصل ويحشد الدعم من أجل أنه يوصل إلى المعيار الدولي في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وبدأوا يغيرون وبدأوا يعملون على هذا الموضوع، وبدأوا يأخذون حقيقة جزء من المواصفة الدولية 9001، وأيضا المواصفة الدولية للبيئة، حتى يحاولون أنه يخرجون بالأخير مواصفة دولية تختص بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية. إلى أن سنة 2018 كانت هي السنة اللي خرجت بها المواصفة للنور، وقدرت أن تحصل على موافقة المنظمة الدولية للمعايير، وتحولت من مواصفات الأوشا تحولت إلى المعيار الدولي اللي هو الآيزو 45001. فالتشابه موجود، التشابه أنا أتفق معك، التشابه موجود باعتبار أنه استندوا على 9001 اللي هي خلينا نقول تعتبر الأم، يعني مواصفة 9001 هي المواصفة الأم لكل المواصفات الدولية اللي أصدرتها المنظمة الدولية للمعايير. وهذه البنود العشرة تقريبا خلينا نقول نقدر نقول أنه هي بنود موحدة لأغلب المعايير، عفوا هذه البنود موحدة لأغلب المواصفات التي طلقتها المنظمة الدولية الآيزو بشكل عام. فلذلك احنا نشوف تعدد بالمواصفات، تعدد المواصفات، الروح واحدة بالحقيقة، الروح واحدة لكن التطبيقات مختلفة. لذلك أنا أكدت اليوم على البرنامج. ليش أكدت على البرنامج؟ أنه أنا شنو الفائدة أنه أنا أعمل على أساس مواصفات دولية موضوعة، وأنا أعرف كيف أجي الاستمارات والنماذج اللي أنا أملاها بشركتي أو منظمتي أو دائرتي أو مؤسستي أو شركتي، وأنا بالحقيقة متحولة عندي موضوعة الجودة إلى عبء لازم أتخلص من عنده. احنا تطبيق البرنامج بشكل صحيح راح يحول لي الموضوع الى سكة قطار امشي عليها، حتى وان اني يعني حتى وان استبدل المسؤول عن ادارة الجودة راح يجي مسؤول جديد او موظف جديد بدل الموظف القديم، راح يشوف الموضوع ماشي بشكل صحيح، راح يستمر بهذا الموضوع، راح يستمر بهذا الاتجاه. اما من يجي موظف جديد يجي الموضوع مجرد استمارات وقوائم ومجرد اوراق مكتوبه، والمواصفه متحوله الى عبء وظيفي على الشركه او على الدائره، فاكيد ما راح يكون اي ثمره من تطبيق هذه المواصفات. لكن اكد على البرنامج اخوان، وهذا البرنامج هو خلينا نقول الاساس اللي على اللي راح نخليه حتى نستفاد من المعايير الدوليه بشكل عام في اي مجال احنا نشتغله. فكيف انا راح اجي اشتغل في مجال المواصفة 45000 واحد اللي بعض لحد الان احنا نشوف بعض الشركات تعتبر هذه من يعني من الاضافات الزائده عليها، بعضهم يعتبرون هذا برستيج لا داعي له. فكيف بي انا اليوم اريد اجي اسوق موضوع الالتزام ببنود ومواصفات دولية حتى أحافظ على الشركة؟ لذلك إحنا دائما نقول المميزات أنا أعرضها على المسؤولين، ولازم أدخلهم من ضمن يعني دعم الإدارات العليا لازم يكون من ضمن البرنامج اللي أنا أضعه حتى أجي أقدر أطبق معايير المواصفة الدولية اللي هي 45000 واحد. غيرها يعني إذا أنا ما قدرت أحصل على دعم الإدارات العليا، وإذا كنت غير قادر على مشاركة العاملين في تطبيق المواصفات الدولية، فكل اللي راح أسويه أنا ما راح يجدي نفعا، راح يتحول المواصفة الدولية إلى عبء إداري باعتبار هو سيستم إداري. هذا الموضوع راح
تحول الى عبء اداري اضافي، مجرد اني لازم اوفر موظف ولازم اوفر له غرفه ولازم اوفر له اجهزه حتى يشتغل عليها واوراق وقرطاسيه، وراح عبء مالي واداري اضافي علي، راح يتحول موضوعه المواصل الدولي 45,000 واحد. اني اخذ اسئله بعد ومداخلات اذا اكو. نشوف الشات. انا دا اشوف الشات واذا اكو اي مداخله اخرى راح اكون ان شاء الله بالخدمه. نعم، اي مداخله اخرى؟ اوكي، انا لحد هنا انا احب انه انهي هاي الورشه مالتنا، لانه اخذنا من عندها الوقت الكثير وانطينا بها معلومات. ان شاء الله تكون عندنا يوم غد ان شاء الله تفاصيل البنود. اي سؤال ايضا اليوم ما قدرنا نجاوب عليه او ما حضرنا المعلومه مالته نحاول ان شاء الله نغطيه يوم غد. ان شاء الله نتواصل حتى نعرف كيف راح نبدي نطبق البنود المواصفه الدوليه بشكل دقيق على المؤسسات والشركات والمنظمات العامله معنا. اشكرك بشكل جزيل ونلتقيكم ان شاء الله يوم غد والجميع بصحه وعافيه وخير. دكتور علي جنابك المايك لك، واذا اكو اي مداخله انا احب اقولها حسب الطريق. نعم دكتور، ان شاء الله احنا مستمرين بدورتنا ان شاء الله غدا يومنا الثاني حسب الجدول، وان شاء الله نختتمها يوم الاثنين، وايضا نرسل لكم يعني الرابط ان شاء الله. انا ما عندي شيء دكتور بعد، يعني الاخوه المشاركين اعتقد هم هم يعني قلوا اعداد، فان شاء الله يعني حضرتك اذا عندك شيء او الاخوه يفضلون. هو الموضوع شوية يحتاج إلى أنا إن شاء الله دكتور راح أحاول اليوم يعني ننزل